أبعاد اجتماعية اقتصادية وثقافية في هذه الورقة لكريمة رشمت. تتوالى الأيام والسنون، وفي كل مرة محطة تستوقفنا عند أعظم حدث تاريخي في شمال إفريقيا منذ 2964 سنة، يناير أو يناير، تتويج لإرادة الشعب الأمازيغي وإيمانه بأحقيته بأرضه بعد أن استنجد أمازيغ مصر بالملك شيشناق من بطش وجبروت فرعون الثاني الذي استنزف أراضيهم. فكان العام 950 قبل الميلاد عنوان معركة انتهت بنصرة الحق على الباطل، فكان اعتماد الحدث كبداية سنة فلاحية، ومن هنا تعود الذكرى وتعود معها تجليات الاحتفال بها مع كل ما تحمله من دلالات رمزية وتاريخية عبر رسائل العطاء والتكافل مع الأرض وبها، نستنشق عبر خيراتها ذاكرة الرجال الأحرار. فكل عام ونحن بالخيرات ننعم. السكاس أمكاس.